سيد نقيب، اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا مرحبا سمونيا. استاذ علاء البصراوي، انت نقيب هيئه المحامين بخريبكا وعضو مكتب جمعيه هيئات المحامين بالمغرب. اول سؤال نبغي نسولك، ما الذي يجري وسط هيئه المحامين او مهنه المحاماه في المغرب؟ تفضل. شكرا سمونيا، شكرا لموقع انفاس اللي هو معروف، اصبح مألوفا لدى الفاعلين في حق العداله بمتابعته اليومية لمجريات الأحداث. ما يجري الآن من إذا شئنا اليوم يتحدث الجميع عن حالة احتقان موجودة في فضاءات العدالة بسبب عدد من الملفات التي نزلت دفعة واحدة بالنسبة للمحامين، تحديدا ثلاث ملفات. الملف الضريبي الذي جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023، القانون 5022، والذي وإن لم يأتي بضرائب جديدة إلا أنه أتى بمنهجية جديدة وبأسلوب جديدة وأسلوب جديد في تضريب المحامين. الملف الثاني هو مسودة قانون مشروع قانون المهنة، والملف الثالث هو متعلق بالإعلان عن امتحان الولوج إلى المهنة. ربما هذا الأمر التضريب هو الذي نال القصد الكبير. هذه الملفات كلها ربما نفصل في بعضها بشكل كبير. القاسم المشترك بين هذه الملفات بالنسبة للمحامين هو انعدام المقاربة التشاركية التي اعتمدت الجهات المسؤولة على هذه الملفات، وتحديدا وزارة العدل، باعتبار أن هذه المقاربة هي اليوم مقاربة منصوص عليها في الدستور في الفصل الأول منه، هي مقاربة جرى بها العمل منذ عقود من الزمن، بحيث أن كل ما يتعلق بالمحامين يتم التشاور فيه، ليس تمييزا وإن كان التمييز الإيجابي دائما هو مطلوب، ولكن كما جرى عليه الأمر بالنسبة لكثير من القطاعات قبل ما تنزل القوانين المتعلقة بها يكون تشاور. لكن المحامين فوجئوا بأن هذه الملفات يتم تنزيلها، بل بحال المسودة تم تسريبها في وسائل التواصل الاجتماعي. احنا قريناها شفناها في وسائل التواصل الاجتماعي كما شافوها عموم المواطنين، ما فعل منهاش. الملف الضريبي ايضا نزل في قانون، في مشروع قانون المالية، فوجئنا بأن السيد الوزير المنتدى في الميزانية قال بأنه اعتمد المقاربة التشاركية مع وزير العدل، وأنه هذه المقتضيات اللي جات في مشروع قانون المالية أعطته وزارة العدل منذ يوليوز الماضي. نحن ليس في علمنا هذا، ليس في علمنا أي معطيات متعلقة بهذه المقتضيات كلها. وبالتالي فأول ما يؤاخذ عليه المحامون الجهات المعنية وأول ما يحتج عليه هو انعدام المقاربة التشاركية في تدبير شؤونهم، وهذا حق لهم منصوص عليه في الدستور كما قلت ومتعارف عليه، فليس هناك ما يبرر إنزال قوانين فجأة أو مقتضيات فجأة دون تشاور بشكل. طيب وش الإشكال عندكم سيد نقيب، من حيث المضمون ولا من حيث الشكل؟ أنا الآن كتكلمين على الشكل، ما تشاورش معكم. سأمر إلى المضمون. نعم. لأنه لو تبعت المنهجية التشاركية ربما لما كانت مشاكل في المضمون. ولنفصل في هذه الملفات الثلاث، مثلا الملف الضريبي. المحامون لا يمتنعون من أداء الضرائب، بل يؤدون ضرائبهم اليوم كما هو الحال منذ سنوات طويلة. إذا كانت هناك مقتضيات جديدة لو احترم فيها الشكل المناسب المقاربة التشاركية لتم الاتفاق على الصيغ، لأن الاقتطاع من المنبع كان في واحد الوقت كانوا المحامين يتحدثون عن الاقتطاع من المنبع، ولكن بأي طريقة بأي منهجية، ما هو الاقتطاع من المنبع وما هي المبالغ التي ستقتطع، ليس هي ما ورد في قانون المالية. بمعنى لو كان هناك نقاش، لو كانت هناك لجان مشتركة واشتغلت على الأمر لوقت معين، لا ما كان هناك مشكل في المضمون، لأنه فعلا لا يمكن أن يكون هناك مشكل في المضامين، لأن المحامين ما يمكنش يقولوا احنا ما غاديش نأديو الضريبة أو ما كان أديوش الضريبة. بالعكس، المحامون هم رجال قانون ونساء قانون، هم ناس وطنيين، هذا الشيء ما مشيت يعني لا نقوله منة منا، بل بالعكس كل قضايا الوطنية، كل محطات الوطنية الكبيرة تجد المحامين في مقدمة الصفوف. المحامون معروفون بأنهم ساهموا في بناء الدولة
وبناء المؤسسات الديمقراطية والتجربة الديمقراطية التي عاش التي دخلها المغرب منذ سنوات، كان المحامون دائما سباقون إلى المساهمة فيها من مواقع مختلفة، سواء من داخل الأحزاب، سواء من داخل المؤسسات ديالهم، الإطارات ديالهم، بالأفكار ديالهم، بالكتابات ديالهم، بالترافع على المستوى الدولي. أحسن مثال هو ما المواقف التي تصدر اليوم من الاتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين العرب، الملف الوحدة الترابية، نعم، كلها قضايا المحامون وكتبين يعني الدبلوماسي المواجهة، نعم، اللي كتقوموا بها كمحامين وبمجهوداتهم الشخصية وبما وبأموالهم الخاصة، لم يعني يكلفهم أي أحد ولم يمدهم أي أحد بأي وسائل أو مادية إلى غير ذلك، بل بمجهودهم الشخصي يقومون بهذا إيمانا بينهم بأن هذه قضية ديال المغاربة كلهم، ولذلك يقومون بذلك. وبالتالي الناس اللي هم بهذه المواصفات وبهذه القناعات وبهذا الفكر لا يمكن أن يأتوا في يوم من الأيام ويقولوا إحنا ما غاديش نساهموا في الضريبة اللي كيخلصوها الموظفين والعمال وغير ذلك من الفئات، فالمحامون هم أول من يؤدي الضريبة. ولكن في نفس الوقت المحامون متمسكون بالعدالة الضريبية، بأن يؤدوا اللي يدخل بزاف يؤدي بزاف، اللي كيدخل شوية يؤدي شوية، اللي ما كيدخلش ما يخلصش. ما جاء الآن في قانون المالية لا يحترم هذه العدالة الضريبية، بحيث أنه فرض أداء مبالغ مسبقة، كيف يمكن أن يؤدي المحامي ضريبة على دخل لم مفترض مفترض لم يتوصل به بعد؟ كيف يؤدي ضريبة على ربح لم يتحقق بعد، على مدخولين باقي في عين الغيب؟ إذن هذه ماشي عدالة ضريبية. واش كاع الفئات كل هذه المجتمع كيؤديو على دخل ما تيتحققش؟ لا، الموظف تيتقطع له الضريبة اللي كيعطيه الصالير ديالو، كيقطعوا له الضريبة منه. ولكن اسمح لي سنق، هاد 300 درهم 400 حتى 500 شكون كيؤديو؟ يؤديها المحامي ولا المتقاضي؟ نعم، هو يؤديها المحامي، ولكن هذا مشكل ثاني نتحدث عنه. أتحدث الآن عن العدالة الضريبية، أقول بأنه لم تحترم في هذه المقتضيات العدالة الضريبية بالنسبة للمحامين في علاقتهم وبالمهن المماثلة لهم. فالطبيب لا يؤدي قبل أن يعني يحصل مدخوله، والمهندس كذلك. ماشي كل فين الطبيب ماشي فين ما دار فحص لواحد المواطن تيخلص الضريبة. إذن علاش المحامي فين ما فتح واحد الملف غيخلص الضريبة؟ هذا يعني ما كيناش المساواة هنا اللي هي أساس العدالة الجبائية. فيما يتعلق بشكون اللي غيأدي هادشي، فعلا المحامي هو اللي غيأدي هادشي، ولكن راه التأثير ديالو على المواطنين كبير جدا، لأن في النهاية المحامي من كيقبض لا الأتعاب ديال لا الدخل ولا ولا ولا، كيأديها تيقبضها من المواطن. فرض ضرائب كثيرة وبهذا الحجم الكبير وبنسب عالية على المحامين يؤثر مباشرة على المواطنين، ويؤثر تحديدا على الحق في الولوج إلى العدالة. لأن ملي كتفرض على المواطنين واحد المحامي واحد العدد ديال الضرائب اللي غيقبضها هو من الموكل، نعم، هذا الموكل غيكون من غيولي من الصعب عليه أنه يلجأ للمحامي. إذن غادي يلجأ يمشي في خاصة في القضايا اللي ماشي إلزامي فيها توكيل المحامي، إذن غيمشي يولج لها بنفسه. ملي تيولج لها بنفسه تيولي هذا ولوج معيب للعدالة، لأن العدالة اليوم وصلت في العالم، كنا كنتحدثوا على الولوج إلى العدالة، اليوم نتحدث عن الولوج المستنير للعدالة، يعني أنه يكون عن طريق المحامي، وليس فقط عن طريق المحامي، عن طريق محامي كفء ومتخصص ديك القضية اللي عند هذاك المواطن، باش يمكن يوصل حقه فعلا. احنا الان بهذه الطريقه ما غاديش نكون لا محامي كف ولا متخصص ولا بدون محامي اصلا، لان ملي تتولي الضرائب بهذا الحجم هذا وبهذه الطريقه هذه غيولي المواطن يلجأ للعداله. الخطير في هذه العمليه كلها ماشي غير انها صعيب عليه يولج، سيرتمي في احضان السماصره وفي احضان الفاسدين، لانه ملي ما تيكونش المحامي حاضر في الملف تيولي هناك جهة أطراف أخرى أو أشخاص آخرين هما اللي تيوليو هذا، تيقول له أنا غنتوصل ليك، أنا غنكتب ليك، أنا غندخل ليك، أنا كذا أنا كذا، لأن المحامي الذي هو حارس العدالة الحقيقي قانونا وحقوقيا مغيب عن طريق هذه الوسائل، إذن قد انفتحوا الباب لأشخاص آخرين. هذا الشيء يتنافى مع السياسة المعلن عنها من طرف الدولة في تخليق مرفقي العدالة. وحنا تنعرفوا المجهود اللي تبذل في هذا الباب ديال تخليق العداله وديال الميثاق
ودير واحد العدد ديال الاصلاحات وكلها كتصفد، ولكن لما نتخذ اجراءات دون ان نشعر ودون ان ننظر الى تبعاتها فاننا نضربها في العمق. سي تقريبا كنتكلموا على تقليص صلاحيات المحامي، هنا غادي ندخلوا واحد النقطه الثانيه اللي هي قانون المهنه. قانون المهنه من بين الامور هي هذه، انه حتى الصلاحيات ديال المحامي ما بقاش صلاحيات كبيره. كيفاش كتشوفوا انتم هذا الامر هذا في ظل يعني ان الضرائب نازلين عليكم؟ نحن نعتقد بان الحل لهذا الشيء كله فعلا هو هذا المدخل، هذا هو لو ان انا في قناعتي لو المحامين كان عندهم امكانيات كبيره وكان عندهم فعلا مدخول وكان يعني الوضع عادي كان بزاف ديال الامور ما غاديش تحصل، ولكن الوضع الذي وصل اليه المحامون اليوم اجتماعيا وضع اللي نقدر نقول انه وضع سيء لغالبيه المحامين. هذا الوضع هذا هو اللي خلى بزاف ديال الامور توصل لهذا الشيء. هذا الحل لهذا الشيء هو توسيع كيف ما كاين في دول اخرى، هو توسيع مجالات اختصاص المحامين، الولوج الى العداله، الولوج المستنير الى العداله اللي هو اليوم مبدا لا يمكن ان يتم الا عن طريق المحامي. حنا اليوم كنشوفوا مؤسسات ما عندهاش محامي، شركات ما عندهاش محامي، جماعات ترابيه تتكلف موظفين او كذا او كذا، وكيل قضائي، قضايا كبيره، قضايا كبيره تروج في المحاكم بمبالغ كبيره وحقوق مهمه لا يعني لا يتم فيها يعني اجراءات عن طريق المحامي لانه ماشي الزامي. ملي كنتكلموا على هذه النقطه سيد النقيب، بالنسبه للوزير الوهابي كيقول لك بانه راه استشركم في المساله ديال قانون المهنه وعنده محاضر اللي مقيم فيها الجمعيه ديال هيئه المحامين اضافه الى بعض النقباء. لا هو يتحدث عن الولايه السابقه، لا يتحدث عن هذه الولايه. هذه الولايه جلسنا مع وزير العدل مره واحده فقط. لا هو كيقول بانه ورثها على الوزير السابق. الوزير السابق فعلا كانت هناك كان هناك منهجيه تشاركيه وتم تحرير عدد من المحاضر وصلنا لمشروع قانون المهنه. فعلا هناك محاضر، بقات بعض النقاط العالقه البسيطه، فانتهت الولايه السابقه ديال الجمعيه هيئه المحامين. كنا نعتقد بانه سيتم البدء الان في هذه الولايه من حيث انتهى الامر في الولايه السابقه. وهذا هو المفروض. هذا هو المفروض. فاذا بنا فوجئنا بان كل ما تم الاتفاق عليه تم وضعه جانبا وتم إخراج مسودة جديدة كيف ما قلت في البداية شفناها في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا هذه المسودة ما بغيناش ندخلوا فيها للمضمون الآن. نأصل من حيث جانب الشكل هي مرفوضة، هي سقطت دعوة، نعتبرها وثيقة ديال الوزارة، هذا أمر يهمها. أما المضامين طبعا كل مشروع راه فيه إيجابيات وفيه سلبيات، ملي غادي نوصلوا للمضامين ديالها وتكون المنهجية التشاركية ودار لجنة مشتركة بين وزارة العدل وبين جمعية هيئة المحامين المغرب، سنقف آنذاك على الإيجابيات والسلبيات. لكن ربما أنه ملي توضعت المسودة وضعها هذا المفروض أن وزير العدل، وزير العدل أنه راه محامي. نعم. يعني مطلع على الإكراهات ديال العمل وشروط العمل ديالكم في العدالة. واش ما راعاش هذه الأمور هذه كلها أثناء وضع هذه المسودة هذه؟ أنا لا أريد الدخول في الحقيقة في مضمون المسودة، فعلا أنا طلعت عليها فيها بعض الأمور الإيجابية ولكن فيها أمور أخرى كثيرة سلبية. أنتم كما قلت رافضين من حيث الشكل، ولكن لما تطرح بالصيغة المناسبة وفي إطار المنهجية التشاركية سنعطي رأينا ونقول هذه إيجابية وهذه سلبية. طيب ننتقل للمحور الآخر اللي هو مرتبط بهذا المحور الآخر ديال قانون المهنة، اللي هو نحن مقبلين على امتحان الولوج المهنة. نعم. المحاماة لحد الآن سيد النقيب رقم كبير 68 ألف ممتحن اللي غيدوزوا هذا الامتحان، ولحد الساعة انتم ما عارفينش شنو الاختصاص او الخصص اللي عندكم ولا عدد الناس اللي غادي يجيو. كيفاش كتشوف هذا الامر هذا؟ كيف ممكن التدبير ديالو في ظل الدعوه ديالك من المقاطعه على الامتحان؟ دابا هذا ايضا من المواضيع اللي ما تحترمش فيها الديمقراطيه التشاركيه. المفروض ان الاعلان عن الامتحان يتم بعد مناقشه الخصاص، لان الخصاص الهيئات اللي كتعرفوا. نعم. الهيئات اللي كتعرف الخصاص ديالها. حنا عندنا الناس اللي نجحوا في الامتحان في الاخير راهم باقي الان ما ولجوش، كاين اللي باقي ما ولجش، عدد كبير منهم باقي ما ولجش المهنه لان ما كاينش فين يسجلوا. هذا ما عندوش مكتب مقصود ولا شنو؟ لا ما لاقينش المكاتب فين يدخلوا. فين يدخلوا؟ علاش؟ لان كاين المكاتب يعني نعطيك مثال، الدار البيضاء فيها 5000 محامي ولكن فيها يلا 500 محامي، 500 مكتب. مكتب. اذا 5000 الى زدنا الان
غادي يمكن دخول من هذا يعني قلتوا 68 ألف هي أكثر راه يمكن تسجلوا 73 ألف فما فوق، يعني إلا دخلت منها واحد العدد معين فين غيمشيو؟ هذا العدد المعين ما عارفينوش. لا، لأن الأمر يتعلق، هذه من المطالب ديال المحامين، أنه بحال جميع القطاعات تكون مباراة ماشي امتحان. أما أنت تتحدث على امتحان مسجلة 73 ألف اللي دافعة الآن الطلب ديالها، يمكن تنجح 20 ألف، يمكن تنجح 50 ألف، يمكن تنجح. هذا امتحان كل من اللي جاب المعدل غينجح. والهيئة عندها القدرة أن تستوعب هذا؟ ما عندهاش هذه القدرة، هذا يعني من الناحية المنطقية ومن الناحية العملية غير مقبولة، غير مقبولة باش نديروا واحد الامتحان ندخلوا فيه أعداد كبيرة، حنا ما عارفينش فين غتمشي. يمكن الحكومة عندها إكراه ديال أنها خاصها تمتص البطالة. هاد الناس اللي كيدخلوا للمحاماة الدولة ما كتخص عليهم والو، ما كتوظفهم، ما تعطيهم دي سالير، ما كتعطيهم والو، ولهذا تيدخلوا للمكاتب ديال المحامين وتيبداو يخدموا. ولكن هذا راه مشكل كبير، راه نعيد إنتاج الأزمة في واحد القطاع معين. علاش؟ لأن هاد الناس باش تدخلهم خصك تسول فين غيمشيو، واش عندهم شي تكوين، المكاتب اللي كتستقبلهم واش مؤهلة، هاد الهيئات واش كتوفر لهم شي بنيه استقباليه، المتمرين ملي كيدخلوا كتقول له بان انت ممنوع عليك تنوب في القضايا، لان المتمرين ممنوع عليه ينوب بصفه شخصيه، وخصك تلبس مزيان، وخصك تجلس في اماكن مزيانه، وخصك تركب في وسائل مزيانه، خصك تظهر بمظهر اللائق باعتبارك جزء من الاعتباريه للمحامي. هذا الشيء راه بالفلوس، هذا الشيء منين غيجيبوا المتمرين؟ اذا المفروض اننا نوفروا لهم واحد البنيه استقبال، الا ما درناش هذا الشيء هم ايضا يلجؤون احيانا الى وسائل، لا ما وفرتش لهذا الشيء تلجا الى وسائل اخرى، لا اقصد المحامي المتمرين الحالي، ولكن اذا بقينا غير كندخلوا الناس باعداد كبيره دون ان نوفر لهم بنيه استقباليه مناسبه، هم ايضا يساهمون نعيد انتاج الازمه، يلجؤون الى اساليب وطرق معينة التي تضر بهم وتضر بالقطاع الذي يشتغلون فيه. هذا الشيء هو اللي كنقولوا للسيد الوزير، أنه قبل ما يعلن على الامتحان نشوفوا الخصائص الحقيقي ديال المهنة، وتكون بنية استقبالية، يكون تكوين مناسب، تكون مكاتب مناسبة، تكون ندوات تمرين مناسبة، يعني تكون البنية مناسبة. إلى ما كانش هذا الشيء هذا نضر هؤلاء الذين سيلجون الى المهنه وتيعتبروا انفسهم محامين، هما راهم جالسين بحال وكانها بطاله مقنعه، الناس راه دخلت واحد 10000 راه نعتقدوا بانهم محامين وراهم خدامين، ولكن هما ما خدامينش، ونضر الناس اللي كانوا اصلا محامين، لان هاد الناس الاخرين تينافسوهم منافسه ربما قد تكون في ظل تقليص الصلاحيه اصلا ديال المحامي. لو انها توسع المجال ديال المحامي على الاقل اننا فرص ديال العمل، تماما يمكن تخلق فرص ديال العمل حقيقيه. نعم، لو سمحت سيد النقيب في سؤال اخير او محور اخير، دابا عندنا حنا ثلاثه ديال الملفات اللي انتم كتواجهوها، ملف التضريب، ملف مسوده المهنه، وقانون الولوج للمحاماه. نعم. الملاحظ هو انه هذه الملفات بثلاثه لا تدبرونهم بشكل قانوني بل بشكل نضال ميداني احتجاجي. واش انتم كمحامين يعني رجال القانون ما عندكمش شي رؤيه قانونيه للترافع؟ نحن مضطرين لذلك، الاحتجاج هو حق مشروع من جهه، ومن جهه ثانيه ما انا لا فما تقصد بطرق قانونيه، الطرق القانونيه يعني واش كاين مذكره ترافعيه مثل قانونيه مثلا طعن في عدم الدستوريه، وان كان هذا ماشي اختصاصكم، اختصاص ديال البرلمان، ولكن واش كاين تنسيق في هذا الصدد؟ لا كاين، هذا الشيء طعن بعدم الدستوريه مازال المرحله ديالو بالنسبة للقانون المالية. أما بالنسبة للمواضيع الأخرى فحنا كنطلبوا، حنا نطلبوا من السيد الوزير أننا نتحاوروا حول هذا الشيء. حنا منذ التقينا في المرة الأولى قلنا له غنديروا لجنة مشتركة لوضع مشروع قانون المهنة، إذا نحن نطلبوا المنهجية التشاركية اللي هي قانونية فيما يتعلق بقانون المهنة. بالنسبة للامتحان أيضا نطلبوا بأن يكون بطريقة منظمة قانونية. احتجاج المحامين يعني لم يجدوا آذانا صاغية، وهذا أعتقد بأنه منهج ديال الجميع، لما ما تتوجدش الآذان الصاغية فراه كيمكن تخرج الاحتجاج. واش الاحتجاج الناس كيظنوا بأننا حنا اخترناه؟ راه حنا بالعكس الآن عوض ما نكونوا في المكاتب ديالنا وفي الجلسات ديالنا وفي العمال ديالنا حنا جالسين كنحتجوا في الشارع. علاش؟ لأن ما بقاش قدامنا إلا هذا الطريق هذا. الموكلين ديالنا كيتضروا، حنا كنتضروا. هذا هو السؤال سيد النقيب، يعني واحد فئه عريضه ديال المتقاعدين متضرره، بالعكس اصبح الاحتجاج يعيق ولوجها للعداله. الضرر سيكون اكبر الا ما احتجيناش، الا ما احتجوش الناس الان الضرر سيكون اكبر، لا على المحامين ولا على المواطنين. اللي غتفرض واحد المبالغ كبيره كضريبه بطرق معينه سيكون الضرر اكبر على المواطنين، لذلك نحن لا نحتج بطرق مشروعة وبطرق نظامية، احتجاجات سلمية مشروعة محترمة
من أجل إيصال صوت المحامين إلى الجهات المسؤولة. وأعتقد أن الجهات المسؤولة سيد رئيس الحكومة، السادة الوزراء اللي كانت حاوروا معهم، فيهم وعندهم من الحكمة ومن يعني التجربة، والأحزاب اللي كاينة في الحكومة ولا في المعارضة لها من الحكمة والتجربة ما يجعلها تتدارك بعض الهفوات التي وقعت في الطريق. أنا أعتقد بأن هذه المسارات كلها، لا قانون المالية ولا قانون المهنة، هذا الشيء كله اللي وقع، هذا الشيء تيوقع في أي بلاد وكيوقع حتى في المغرب، ولكن صوت الحكمة تيغلب في النهاية. وأنا أعتقد بأن اللقاء اللي كاين مع السيد رئيس الحكومة سيغلب فيه يعني هذا التعقل وتتغلب فيه الحكمة، لأن بلادنا تنتعش مع الاستقرار، بلادنا تنتعش مع الحكمة، تنتعش مع ككل بلاد تسعى إلى النمو والتطور. على هذه الدعوة للحكمة نكون قد أنهينا هذا الحوار. هذا السي أستاذ علاء البصراوي نقيب هيئة المحامين المغربية، شكرا جزيلا لك. مرحبا. شكرا.